قدك فريق أمور جدية بجد يا سيدي واك باش تشوف معايا فريق أمور جدية تحول على عين المكان وباش يقدم لكم هذا التقرير طب ساعدك رجعتني اوه لطف يا ربي لطف السلام لطف. عليكم وعليكم السلام خويا مرحبا لاباس الحمد لله انت الحجامه حجامه حجامه عليه بلوزه بيضة وعندك بصيرة عمرو ذيب مكشتراف العاصي هوني منصوبه قالوا حجامه لطف لطف يا ربي لطف العاصي ذيب لطف العاصي يلوج عليه رضايا هذاك دار يلوج عليه وينك حجام نو باش ندوخ انا حجيمه قدامك يا اخي عميد خويا لقيه ما تراش قالوا حجيمه انت تعرف روحك انت وين ولا يوم قالوا لي حجيمه منين عرفني انت تعرف روحك وين ولا في الحجيمه لا ماكش في الحجيمه اجي نقول لك انت في الانيمال بيوتي سنتر اقوى سنتر ديستيتيك في تونس هذا نقول لك شنو نعملوا فيه ناخذوا لي زانيمو كيما هذه وخايتي بونجوتا هذه نجيبوها ونعملوا لها كي كيما يقولوا انتغراسيون في سوسيتي تو معناها باش تدخل في تونس كوا معناها حجامه مش حجامه وما اجي نقول لك حجامه مش حجامه اقرب خويا اقرب انا بالضبط كوافوز دانيمو كوا كوافوز انت كوافوز وانا فرشه حديد ترك حيل نقف البيت صفحك بسم الله عليك اجي فسلت اي مش كوافوز اللي تحكي عليها انت كوافوز 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 كوا كوافوز حجيمه معناها حجيم تي لي سومبي لي سومبي حجيم عاد تعرفي عندك الحجيم تقول لي حجيم لي سومبي بي قال لي تفضل فيش نجم نعاونك بالضبط سردو كذا شبيه لطف علي انت عمري في حياتي سردو كنحبك تشقل ميلو الامور مش عنده بالضبط هو فسر لي ترى قول لي ايش عنده عنده التهريه ايش عنده ايش باش يكون عنده؟ شنو تحب نعمله في السونتخ نتاعي نقصد كوا؟ باش تعمل له حصره للباتون المونغار ايش باش تعمل له؟ تشوفي له حل تبدلي له اللوك خاطر دجاجات نافرين ما عادش ما عادش عاجب حتى الدجاج الدجاجه اللي تشوفه تعمل لك هو يقعد يحصر مسكين قعد كيك ما عنده حتى دجاج وانا نحب نجيب العظم وعجه واحد والكل وهو ما ينتجش يضرب كان في العلفه والنوم تعرف خويا جو بونس جو بونس نجم نعمل وكا جو استيتيك نقد له شعر وكا كوا فريزي اما تخاف لي يوري لك فرير راهو تخاف تروح في اللي تلقاه يهرب مع الدجاجه وبرا يا بنتي تعبني يهرب حتى دجاج يهرب حتى نحطه في الكوري حلوف هذا دار لي على البقرات يا ولد البقرات الكل والدجاجات مفروه ولا يتبع في البقر مسكين يشوف بقره يجيب جره فهمتهم يتبع في البقر اخذ اخذ هو شامي في الكلب، الكلب شامي فيه. بالك شي هوا. بالك شي هوا جو سافا با ناخذ، بالك شي هوا مبيل. مبيل؟ آه بنتي أنا مبيل متاعك. حطيت له حطيت له الفياغرا في النخالة. الأرانب، الأرانب اللي عندي الكل. الأرانب اللي بربي الكل قتلها. ما قاعدة تحترني بحال. قتلها الأرانب الكل. من النخالة للدجاج، نعملوا منها بقبقاعي. بقبقاعي. وشد الدجاج الأرانب، هذه راهم الدجاج، الأرانب ما يبيضوش، يتبع الأرانب. خويا بالك شي هو هكا سامحني في الكلمة مش رومانسي. لا هذا خممت فيها فصل الرومانسي. مين جبت له فيلم رومانسي. قعدت نتفرج أنا وياه. شو اسمه الفيلم؟ فيلم رومانسي. قعدت شي فهمت، مشيت نخدم ورجعت. نلقاه في الكوجينة بحضر الفريجيدير يشامي في المرأة. الله عليا. تخيل انت تخيل انت المراه مسكينه قاعده تسيق وهو يعمل لك بلطف شيء حلو فران حلو ايش لو تحب كان نعمله بالضبط بروبوز كوا انت ايش باش انت بروبوزي انت باهي اش قولك انت رجحوا لك دندون لا هكاك يولي بدلتي له الجنس نتاعو هذه لازمها اذن قضائي وشقلاله وجربله واحد يقول لك بدلوا الجنس حاجتي بيه مش دندون وحاجتي بيه سردوك ومع الدجاج الرحمله وكي نصبغوا لك اصفر جون كوا جوناتر قصدك نعملوا تاكسي معناها نعملوا تاكسي بالبلاصه ولا كونتور خاص عقلك علاش تصبغي فيه اصفر ما كي اش نقول لك كي يولي جون اوتوماتيكمون يولي كينو فلوس بومي الجايجات كي يشوفوه بعد ما مصدق الجايجات كي يشوفوه في غاديكا في الدار يمشي في بالهم هو صغير لامك تعرف حنينه تعمل هكا الجايجه تدخله بحذيها وتبدا على اساس فلوس وتبدا الحكايه غادي سا كومونس كوم سا جو تو جور ابخي دو جور
العظام على بعضه يبدا دخلت في الليل ومن بعد صحي يفيق لهم في الليل تما وانت حاشك بالعظام يبدا يعاش اما المشكله توليش قضيه مراوده واحد نخاف عليه زي ما تخافش عليها قضيه المراوده والجو هذيك مش مشكله عندي 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 شو انت ما حاشك بالعظام ولا ايه حاشتي بالعظام ما حاشتي بالواحد بيض لي كفي اتم بيض لك الجوجه ايوه اختي قداش قولي لي قداش شوف باش نكون معاك كليغف هكا معناها ما غير زياده نحن 700 دينار اما توا ما تعرف خاطر نهار كامل نشكروا فينا في البرامج في التلفزه في السونتر نتاعنا انيمال بيوتي سانتر 300 دينار برك لي كنت ريتو هذا خد منه ب 100,000 والله هذايا معناها 800 دينار لا 300 ليك انت 300 دينار انا جيت باش فرانك شاريه انا هذايا واحد انا واحد ما نكتبش الهم عاد ناخذهم انا بدي اموري تعب انا بدي ناخذهم 250 انا 250 تبت نمشي نشري بهم تعال نذبحهم الدجاجات كل وناكلهم روتي وناكل والدي هو الكلب وشد ناكله وفك عليا انا الواحد ممستو ممستو كما يصير غالي غالي هذاك اللي فما هذاك اللي فما هذاك اللي فما خليني نخدم خدمتي هاتي ضوافرك انت هيك ورحمه الله تعالى وبركاته عسليمه السلامة حمامة السلامة جاي تبدلي في لوك الدجاجة يا كيفاش عرفت؟ السردوك بقبق لي في وذني يفهمني قال لي بقبقي يفهم قال لي راي وش اسمها توا الريق ده الناس دي؟ اسمها تاتي تاتي؟ اي مالا تاتي شوف تاتي شوف تاتي وانت راقد وانت شنو اسمه؟ محرز 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 اسمك ولا اسم السردوك متاعك؟ الزوز اسمه محرز احنا ما نفرخوش انا وياك كيف كيف كيفك كيف السردوك كيف انا معناها فهمتي كيف ايش قولك نمشوا احنا نعملوا قهوه نقعد انا وياك في قهوه ونخلوا محرز وتاتي يسرحوا على رواحهم لعل تصير شي فهمتي ولا لا ما نجمش تصير شي حاجه هكا ولا ما نجمش ديزولي خاطر تاتي مسكينه تعبه وديبريمي ما نجمش خليها الله 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 واش عندها كيسك الياش عندها اون فيت تاتي مسكينه ما لقات حتى سردوك يحرك لها ريشها لقيت سردوك يحرك لها ريش لا تسمع مارس فورستك عروس عروس يا بنتي ريتي محرز حرك ريش الدجاج يحرك لك حرك لك ريش محرز مريض يا مريض يا مريض محرز محرز مريض تعرف ايش نعملوا تعرف ايش نعملوا نمشوا انا وياك نعملوا قهوة خلي محرز برك يا ظالي الريش طاير في السماء ايه بنتي هكا عركه بالمخادد عرفتها؟ ايه زعما يحرك لها ريشها الكل؟ انا ريشها الكل تو قال لك يحرك لها ريشها ريت بعرز تعطيه ساعتين من زمان مع تاتي دي خاطر الزوجات الاخرين مش كزيانين كيما تاتي صحيح ساعتين من زمان يجيب اربع بلاتوات وزوز ومنات بالطن حاضرين طايبين ومنات بكل الكوفير بالسكينه بالفرقيطه حاضر وقزوزه معاه حروز شيخ عندك اسف محليك محليك تخو ماران لا ماران تعرفيش كيفاش برشا ريش باش يطير اللي يا كويس يا سكالوب باللوم ميغا تروا انت انتي سون تروا الكروا هاي نحرك الريشات بق بقيق هاي وري لي بيق بق بقيق